نعم. قدمت في لكن الشهر العاشر. لكن سيد رافد الدستور حدد كل شيء، يعني أنت تتحدث عن المواضيع المكونات موجودة بالدستور ومحددة في فقرات، وهذه الفقرات لو اتفقوا عليها الأطراف السياسية كان ما عندنا أي إشكالية. لكن في بعض الأحيان يعني البعض الآخر يشوف يعني سيطرة وإرادات لي الأذرع، وهذه بالطبع. الأشياء ربما تنطي للمقابل عدم الثقة وعدم الاستمرار في بعض الاتفاقيات. يعني أنا أنطيش أيضا معلومة أخرى، أنه بعض اللقاءات السرية التي جمعت ما بعد الانتخابات والمصادقة عليها الأخوة داخل المكون الشيعي، طبعا نحن نقول مكون يعني التمثيل السياسي، نعم. ليس المكون الاجتماعي، نعم. اجتمعوا بالأخوة الكرد، كان زعيم السيد مسعود البرزاني موجود وبعض الزعامات، بعد نعم. خروجهم والاتفاق من بعض يعني خلينا نقول الاتفاقات المستقبلية خرج بعض الشخصيات. السيد مسعود البرزاني كان ليس لديه ثقة بالأخوة الشيعة لأنهم تنصلوا من كثير من القرارات التي أعطوها للسيد مسعود البرزاني. دعا أحد الشخصيات يعني بجلسة خاصة قال له هل تضمني سين من الناس، يعني أحد الزعامات الشيعية الموجودة، تضمن لي؟ قال له لا والله ما أضمن لك إياه. بالتالي لا يوجد ثقة بين المكونات ولا يوجد ثقة سياسية، طبعا لا السيد مسعود البرزاني لديه ثقة بالجانب، لأن حتى موضوعة إذا تحدثنا عن التجاوزات الإيرانية الآن موجودة، يعني العسكرية التي تلوح بها إيران تلوح بها تركيا، وكأن الإقليم مو عراقي للأسف الشديد. فأنا أعتقد أن باتت القوى السياسية تنفذ، طبعا مو كلها، أنا أستثني الديمقراطي بهذا الموضوع لأن الديمقراطي غير خاضع لإرادة خارجية، لكن الإرادة السنية والإرادة الشيعية طبعا أيضا البعض هي خاضعة لتبعية سياسية خارجية، لا يمكنها حتى مغادرة تبعيتها السياسية بإعطائها رأي وطني، يعني على تجاوزات تركية إيرانية بهذا الصدد. فأنا أعتقد أن الأخوة الكرد لو وجدوا في حليفهم تحديدا الشيعي ضمان واضح ل مسار ديمقراطي دستوري حقيقي، كان يعني سيرت العملية الديمقراطية أو سيرت العملية السياسية بنجاح. خلينا نشوف رئيسياتنا.